أكيد أنه العمل التطوعي هو مهم بشكل كبير، بالأخص في الحركيات اللي هي كانت عندها تكون عندها قيم أو عندها واحد مبادئ باش تشتغل. فنموذج ديال أول مهمة يمكن يقوم بها الفعل التطوعي أو الحركة التطوعية هي مادة تأطير المواطن، وهذه ماشي سهلة، لأنك تعرف أنه ماشي سهل أنك تأطر العملية تأطير وتوجيه تأطير المواطن، هو شيء مهم بزاف. ومثلا تحدثت على التأطير تحدثت على شيء أخرى اللي هي مهمة، هي القيم، هي المبادئ، هي الترسيخ، هي الاختلاء، إلى مجموعة ديال الأفكار، مجموعة الحويجات اللي يمكن تمرم داخل هذه المؤسسات ديال الحركة التطوعية. إذن فأهم شيء فيها هو ما يسمى المريد البشري أو العنصر البشري أو الإنسان، سواء باختلافه كان طفلا او يافعا او شابا، فها هو مهم انه عمليه ديال التاهيل وديال التاطير باش ما فيه نتحدثوا على عاد كنتحدثوا على دوره او مدى ايمانه بالفعل المواطن او بالفعل التطوعي الى هذا. اذا هذه المدرسه ديال القيم، المدرسه ديال التاهيل، المدرسه ديال التاطير هو الحركه التطوعيه. اكيد انه حتى التطوعي في المغرب او العمل التطوعي في المغرب عرف يعرف تغير يوم عن يوم. سابقا كانت الحركه التطوعيه كما ما نعشتها، واخا في الاخوار ديالها هي ارتباطها بفكر يمكن يكون ذاك الطابع السياسي، لان الحركات الجمعويه انذاك اللي يمكن حتى حدود الثمانينات كما كان عندنا دور مهم في تاطير هذوك الفئات الشباب او اللي فيها كذا كذا، وتاهيله انه يولي عنده فعل ممارسه سياسيه، لان الحق الجمعوي محدود اكيد، ولكن هو مدرسه ديال التاهيل، مدرسه ديال تتويج شاب او شابه او كذا بشكل. من بعد تيمشي للعمل السياسي، وهنا فين تيبان اهميه الاشتغال في داخل الحقل الجمعوي. هنا يعني هذه الاستمراريه للاسف حاليا لم تعد هناك ديك حلقه الوصل بشكل قوي ما بين العمل التطوعي او العمل الجمعوي وما بين العمل السياسي، لانه هو جزء من العمل السياسي. يمكن لا احد يمكن يقول الاختلاف في ذلك. الحركه التطوعيه بشكلها كيف ما كانت الشكل ديالها فهي جزء من الممارسه السياسيه، والممارسه السياسيه توصل للشق ديالها كبير مثلا توصل الى العمل الحزبي، ولكن اللي تهم فيه اكثر هو انه كاين هذا التكامل. حاليا الحركه التطوعيه في المغرب عرفت نوع ديال التغيير في ظل تطور ديال المفاهيم وديال الممارسات اخرى داخل الحقل الجمعوي، وكان نموذج مثلا الشغال بما يسمى بالعمل التنموي او الشغال بقضايا اخرى لم تكن سابقا جزء من العمل ديال الحركه التطوعيه. كان نموذج هو النقاش حول السياسات العموميه. حاليا كاين نقاش كبير انه ما هو الدور الحقيقي ديال الحركه التطوعيه او الفعل الجمعوي، هل هو فقط غير تاثير المواطن وتاهيله، هل هو التاثير في الممارسات في السياسات العموميه، هو المرافعه على قضايا، وبالتالي ظهرت قضايا اخرى اصبحت من اهتمام الحركه التطوعيه او العمل الجمعوي اللي لم تعد في السبق يعني حاضره في يعني هذا التطور هذا باش يمسهل انه يمسه الواحد ويعرفوا ان الدوره الحركيه تعرفها المجتمع ككل مغربي، وتحول اجتماعي وتحول في المستوى الشق السياسي الى غير ذلك. اولا ما يتعلق بالذات الجمعويه او بالذات الحركه التطوعيه اصلا، مثلا نتحدثوا على الحركات الجمعويه التاريخيه اللي عندها رصيد تاريخي، وهذا لم تعد حاليا تقوم بالدور الذي كانت تقوم به سابقا. هناك نموذج ما يسمى بالتقطير ديال، وانا جزء من الجمعيه التي تنتمي لها، عندها هذا الرصيد التاريخي اللي كانت تقوم به دور دلاميج او حركه الطفوله الشعبيه او كذا سابقا، ماشي هو الدور تقوم به حاليا. اسبانيا حاليا ما عندناش ذاك البابور يعني ذاك الصوره متكامله او القضيه ديالنا شكون تنشتغلوا، تتغيب هذه النقطه. الثانيه هو تعدد المتاخرين داخل الحركه التطوعيه او الحركه الجمعويه، طبعا يحضر الانتهازي، يحضر التي عنده اهداف محدده يربطها بالحركه او بالممارسه الانتخابيه كنموذج، لان اللي بغى يدوز الانتخابات خصو يدير جمعيه، هذا هو سلوك ولا شاسع. تم كذلك تمييع الفعل الجمعوي بالاخص من طرف السلطه، يعني المصطلح ديال المخزن او السلطه الحاكمه في البلاد، يعني ما جلساش مربعه يديها ولكن متبعه الديناميكيه ديال المجتمع ومتبعه الحركيه. بالتالي فكان تحدثوا على تمييع الفعل الجمعوي، تم تمييعه اولا كان نموذج بتجربه ديال خلق الجمعيات الجهويه الكبرى واللي هي تجي تمارس الفعل الجمعوي التطوعي ولكن بصوره اخرى وبرؤيه اخرى. ثم من داخل الحركه التطوعيه بنفسها اللي هي كانت عندها مبادئ وقيم اصبح يمكن يكون تراجع نسبي في هذا الشيء هذا، ودخلت شي شق اخر اللي اصبح يسيء للحركه التطوعيه، هو هذا الشق ديال 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 الشراكات الغير واضحه. كذلك ولا النقاش حول الفلوس هو مدخل يعني المال هو المحرك للفعل التطوعي او الفعل الحركي. اذا ظهرت ظواهر اخرى
اللي من الداخل تسيء للحركات التطوعيه قبل ما نناقشوا على 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 الدور اللي يمكن يقوم به جهات اخرى انها تحد من العمل. اذا هذا شق اول. الشق الثاني هو في مكون ديال العنصر البشري، يعني العنصر المغربي البشري حاليا لم يعد هو الشخص الذي يمكن نتحدث عليه في الفتره ديال الخمسينيات والستينيات حتى الثمانينات نقول انا، يعني الانسان تقول له واش تنتمي للجمعيات يمكن يقول لك انا تنتمي للجمعيه وصافي، ولكن هل هو عنده حقوق قضائيه او لا؟ ولكن من حيث القضايا اللي خصو يقوم بها حاليا دابا حاليا كاين نقاش كبير على ان الحركه التطوعيه ولا العمل الجمعوي اصبحوا ضوء اكبر من 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 المؤسسات الحزبيه في تاطير المجتمع في المرافعه على قضايا متعدده الى فيمكن دابا حاليا كاين نقاش انه ما هو الدور الحقيقي للحركه التطوعيه او العمل الجمعوي، وهو انه يدافع او يناقش القضايا ديال السياسات العموميه في المغرب اللي هي في متعدده، وهذا جزء يعني ماشي سهل وممكن تتمارسوا العديد من المؤسسات الجمعويه، ممكن كنموذج ديال لا فوند مؤسسه الرحيم بوعبيد، نموذج من الحركات التطوعيه والمؤسسات الجمعويه اللي تتناقش السياسات العموميه بشكلها الحقيقي بالمقاربات السياسيه الحقيقيه اللي عندها افاق الى هذا نموذج، ولكن ماشي كلشي وصل لنفس المستوى. اذا كاين الشق اللي يمكن نقولوا المعيق الداخلي في الذات ديال الحركات التطوعيه في المغرب والحركه الجمعويه، وطبعا كاين المعيق الخارجي يتمثل في المؤسسات المحيطه بها اللي يمكن تحدثوا بها من السلطات المحليه، يمكن تحدثوا من كذا وكذا وكذا، يمكن تحدثوا من الاحزاب كيفاش ينشروا، لان حتى الحزب بحال الاحزاب تنظر في الفعل الجمعوي انهم مورد او مجال الاستقطاب وليس مجال التكامل، بينما سابقا كان مجال ديال التكامل، تنتحدث على جمعيه هي بمثابه يعني مكمل العمل الحزبي انه تاثر لك توجد لك شباب مؤطن كذا وتمشي تمارس معاه انت السياسه في الحزب. حاليا ما بقاش هذا الشق، ولات العكس، تيدوز من الحزب يقول سير هبط للجمعيه باش كذا وتجيب لنا الناس وكذا، يعني هذا اذا كاين اشياء اللي يمكن كما ناقشتها من جوانب متعدده سواء من الذات او من خارج المحيط. يمكن النقطة المهمة الأساسية هي أولا يجب العمل الشغل الذات الجمعوية بشكل كبير وتطوعية، يعني أنه الرجوع إلى القيم الحقيقية ومعرفة حقيقية بالحركات التطوعية والحركة الجمعوية، يعني أن نعرفوا ما هي دورنا الحقيقي، يجب يعني هذا نقطة مهمة، وإصلاح الذات من الداخل على مستوى الآلية التنظيمية، على مستوى الشغل، على مستوى علاقتنا مع هادشي مثلا ديال المواد المالية وكذا وكذا. وممكن تحدثوا مثلا هنايا كيفاش تم تفريغ جمعيات من بعد الاندهاش 2005، تجسد انه كاين اشكال كاين في الفهم ديال 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 الحركه التطوعيه والحركه الجمعويه، بالتالي كاين خصنا نشتغلوا على الذات الجمعويه وذات الحركه التطوعيه، نقطه مهمه اساسيه ومظهر مهم. النقطه الثالثه هي الثانيه هي معرفه ما هو الدور، تحديد الادوار الحقيقيه ديال هذا. ثم النقطه اللي يمكن تكون مهمه اكثر هي الشغال بشكل قوي على العنصر البشري، لانه مدخل مهم ديال التاهيل ديال امتداد الحركات التطوعيه، وكذلك الشغال على معرفه يعني المقاربه الحقيقيه حاليا لاحزاب ما قادرش تشتغل السياسات العموميه للبلاد. في الشق اللي تيهم الحركات التطوعيه والحركات الجمعويه هو الشق اللي يتعلق بالاجتماعي، يمكن الشق ديال العنصر البشري ديال المؤسسات الاجتماعيه اللي حنا محتاجين دائما المشتغل فيها، وكنموذج يمكن نعطيو الدور اللي خصو يقوم به المجتمع المدني في الدفاع عن الراس العموميه كنموذج، هو مدخل ماشي سهل، لان اشتغلنا على هذا الموضوع هو مهم في المستقبل ديال المغرب اليوم والشباب وفي اطفال وكذا وكذا، وفيه كذلك القيم اللي تنتحدثوا عليها هي داخله في المنظومه ديال التربيه والتكوين اللي هي اسنان المدرسه العموميه. اذا الموحد المؤسسه اللي اشتغلت عليها المجتمع المدني والحركات التطوعيه راهو مدخل مهم للتاهيل والتطور ديال المجتمع.